أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن الاتحاد الأوروبي سيمدد عقوباته الاقتصادية المفروضة على روسيا الشهر المقبل، ويأتي القرار الأوروبي ردا على استخدام روسيا للقوة ضد السفن البحرية الأوكرانية في بحر أزوف. ومن المنتظر أن تنعقد قمة للاتحاد الأوروبي منتصف الشهر المقبل ستمدد العقوبات الأوروبية في قطاعات التسليح والطاقة والبنوك الروسية. وكانت هذه العقوبات قد فرضت عقابا على موسكو بسبب دورها في الاضطرابات في أوكرانيا سنة 2014. لا يزال حادث بحر أزوف وإطلاق البحرية الروسية النار على سفن أوكرانية واحتجاز بحارتها يأخذ منحا تصعيديا، فبالتوازي مع التوترات العسكرية على الحدود يدخل التصعيد السياسي على خط الأزمة. رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ومن على منبر قمة الـ20 في الأرجنتين يعلن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. التصعيد في بحر أزوف هو مصدر قلق كبير لنا، وبالطبع فإن استخدام روسيا للقوة ضد السفن الأوكرانية أمر غير مقبول على الإطلاق. ما أود تأكيده هو أن أوروبا موحدة في دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ولهذا السبب أنا متأكد أن الاتحاد الأوروبي سوف يمدد العقوبات المفروضة ضد روسيا في ديسمبر المقبل. حديث توسك حول تجديد الإجراءات العقابية ضد قطاعات الدفاع والطاقة والبنوك الروسية كرد على دورها في الاضطرابات الحاصلة في أوكرانيا، يدفع الأزمة مع موسكو تجاه المزيد من التصعيد بعيدا عن أي حلول سياسية، في مقابل رسائل روسية تؤكد أنها قد لا تتوانى عن استخدام القوة ضد أوكرانيا على غرار ما قامت به مع جورجيا قبل سنوات، متسلحة برد فعل دولي خجول إزاء التطورات في بحر أزوف والتخبط الأوروبي الحالي حيال عدد من الملفات الدولية أبرزها الاتفاق النووي الإيراني والعلاقة مع واشنطن. إذن هذا الملف يطرح العديد من الأسئلة، هل قد تتراجع موسكو عن سياساتها التي تعتبر استفزازية اتجاه الغرب؟ ولكن ربما الإجابة على هذا السؤال قد تكون بلا، خاصة مع الخرق الأخير الذي قامت به القوات الروسية وهو من خلال استهداف سفن أوكرانية، ثلاث سفن أوكرانية بعد احتجازها لبضعة يعني لبعض الوقت. وأيضا سوف نسأل ضيفنا عندما يتاح لنا أو تتاح لنا الفرصة التقنية لاستقبال الدكتور خطار أبو دياب معنا من باريس حول خطوات التصعيد من قبل الاتحاد الأوروبي، وإذا ما كانت ستشمل قطاعات أخرى غير تلك التي تشملها العقوبات الآن، ألا وهي التسلح، الطاقة، وأيضا قطاع البنوك الروسية، فهل هناك احتمال للتصعيد أو ربما شمل قطاعات أوسع في تلك العقوبات؟ أيضا نتساءل عن إلى أي مدى تستطيع روسيا تحمل هذه العقوبات، هل تمكنت ربما من إيجاد بدائل عن الشريك الأوروبي يستطيع أن يسهل لها ربما تجارتها وعلاقاتها الخارجية. طيب نتوجه إلى باريس ونستقبل معنا الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية. مساء الخير دكتور خطار وأهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية، هل تبدو حقيقة موسكو معنية بهذه العقوبات مع استمرار انتهاجها لسياسة تعزز أسباب العقوبات وليس العكس؟ تحياتي لك ولفريق العمل لكل من يشاهدنا. هذه المسألة الأوكرانية تشهد منذ 2012 العديد من التطورات صعودا وهبوطا، وبالطبع بعد ضم شبه جزيرة القرم أتت العقوبات الأوروبية إلى جانب العقوبات الأمريكية. منذ فترة لاحظنا تغيرا في اللهجة الأوروبية، بدأ انفتاح لبعض الأوروبيين على روسيا وأول هذه الدول إيطاليا ومطالبة بتخفيف أو إلغاء العقوبات. فإذ بهذا النزاع حول بحر أزوف الذي حذر منه الرئيس الأوكراني من قبل ينقلب إلى مواجهة يوم الأحد الماضي، وبالفعل
روسيا تقول أن الخطوة أتت من جانب أوكرانيا وهي استفزازية، وأوكرانيا تقول إن لها حرية الملاحة، وهناك إذن تفسيرات مختلفة. حتى الآن المواقف الأوروبية اتسمت بالانقسام وبعدم القدرة على اتخاذ موقف أقوى، وبطلب الوساطة وبطلب المبادرة لتلافي نزاع أكبر. وكانت المستشارة ميركل واضحة بالقول أن لا حل عسكريا لهذا الموضوع، لكن ما بين عدم الانحياز لأوكرانيا وبين إلغاء العقوبات، مع هذه الخطوة الروسية لن يكون من السهل على الاتحاد الأوروبي التشاور لإلغاء العقوبات أو لتخفيفها. البعض يطالب بتصعيد العقوبات، لا أظن أن هذا التصعيد سيحصل، لأن كل قرار أوروبي بحاجة ل 27 دولة، وهذا لن يتيسر الآن بسهولة بالرغم ربما من طلبات أمريكية بهذا الصدد. نحن إذن أمام نوع من اختبار قوة في الأساس ما بين روسيا وأوكرانيا، ولكنه يتطور ليشمل الغرب وروسيا، وأوروبا تجد نفسها في موقع صعب. ليس بإمكانها الانحياز الكامل للولايات المتحدة الأمريكية، ليس بإمكانها التغاضي عن الأفعال الروسية، وهي منكشفة استراتيجيا ليس بقدرتها على اتخاذ تدابير أو سياسة استقلالية تماما. فيما يتعلق بالجانب الروسي، العقوبات يعني قاربت أن تنهي الأربع سنوات منذ عام 2014، فيعني اليوم الاقتصاد الروسي هل بإمكانه الاستمرار أكثر والازدهار ربما في ظل هذه وتمديد هذه العقوبات؟ هل تمكن خلال هذه الفترة تمكنت روسيا من إيجاد علاقات بديلة تؤمن من لها احتياجاتها من العلاقات التجارية والعلاقات الخارجية بديلا عن الشريك الغربي؟ يعني تعايشت روسيا مع هذه العقوبات وعندها إمكانيات كفاية ذاتية في بعض القطاعات. نعلم أن روسيا من أهم مناجم العالم وفيها استغناء كامل في الطاقة وفي المنتجات، الكثير من المنتجات الغذائية. لكن ما يؤثر على روسيا أكثر فأكثر القطاع المالي والعلاقة مع واشنطن. بعض التبادل مع أوروبا لم يتأثر، لأن أوروبا بقيت بحاجة للغاز الآتي من روسيا، للطاقة الآتية من روسيا. تضررت ربما أوروبا في هذه المسألة من الناحية التجارية مثل ما تضررت روسيا. المشكلة الكبرى هي ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث توجد كمية كبيرة من الأصول الروسية والمبالغ الروسية والمستحقات في المصارف الأمريكية. ولذلك هنا مكمن الفرس بالنسبة لموسكو الصلة مع واشنطن، وبالنسبة للأوروبيين كأن بواشنطن تحاول عدم عودة التقارب بين روسيا وألمانيا، لأن ذلك يذكر بالتاريخ عند محاولة هتلر التقرب من ستالين. ولذلك في هذا الموضوع بالذات العلاقة الأوروبية الروسية تبقى مستندة أو محكومة بتطور علاقة واشنطن وموسكو، وعلى الأقل التطورات الأخيرة في أوكرانيا إن لم تجد حلا أو مخرجا لن تدفع الجانب الأوروبي لاتخاذ مبادرات، وسيكون عليه الانتظار ربما للقفز في لحظة ما ومحاولة إعادة العمل باتفاقيات مينسك، إعادة العمل بمبادرات من هنا وهناك لتخفيف التوتر ومنع تحول الأمر إلى مواجهة شاملة. ستكون القارة الأوروبية مسرحها وستكون الضحية لها قبل شيء آخر. طيب، هل تتوقع أيضا ربما تصعيدا روسيا في المقابل؟ ذكرت حضرتك أنه علاقات التجارية فيما يتعلق بإمداد الغرب بالغاز الروسي هامة جدا لأوروبا، هل تتوقع أنه أن يكون هناك تصعيد روسي في المقابل؟ طبعا في هذا الموضوع هناك جانب من جوانب الطاقة، لأن الخطط الروسية لجر السيل نحو أوروبا من دون المرور بأوكرانيا أو من دون معاملة أوكرانيا بشكل خاص أيضا يلقى نوع من انتقاد أمريكي، وتعتبر واشنطن كأن ذلك نوعا من التواطؤ ما بين روسيا وألمانيا بشكل خاص. ولذا مسألة الطاقة مرتبطة إذن بهذا النزاع بشكل عام، وعدم قدرة أوروبا على الاستقلالية من ناحية الطاقة يزيد من عدم قدرة أوروبا على اتخاذ مواقف سياسية أجرى وقادرة. في المعطى العام أظن أن روسيا
حذرت على لسان رئيسها من أنه في حال قيام أوكرانيا بالرد على خطوة احتجاز السفن الثلاث في نزاع حول القانون البحري وتفسيره، لأن روسيا تعتبر أن القرم أعيدت لها، لكن حسب القانون الدولي وحسب الاستناد إلى اتفاقية مشتركة بين روسيا وأوكرانيا، أوكرانيا تعتبر أن لها حق الملاحة وتخشى على ميناءين رئيسيين فيها في كل من ماريوبول وبريدانتسك، ولذلك هناك إذن مخاطر كبيرة. ولكن روسيا بتقديري إذا لم يحصل رد من جانب أوكرانيا ستحاول القضم شيئا فشيئا، وربما لا تسعى إلى ضم كل أوكرانيا، لكن ربما تسعى نحو في منطقة الدنباس في شرق أوكرانيا لفرض أمر الواقع بالتدريج كما حصل في شبه جزيرة القرم. أشكرك على حضورك معنا هذه الليلة الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من باريس.